يعني في حاجات كتير قوي حصلت. انا مش عايز اتكلم في تفاصيل التفاصيل عشان ما احرجكش، ولكن لان انا متابع وعارف اللي حصل ايه طبعا. وعارف كل حاجه، ولكن انا عايز اتكلم برضو بشكل عام عشان دي اسماء مدربين كبار ولهم اسمائهم، وفي نفس الوقت احنا بنتكلم عن منتخب شباب مصر. طبعا بص يا كابتن اسلام، طبعا كابتن فتحي قال حاجات كتير جدا محترمه جدا، وهو استاذنا طبعا. طبعا كابتن استاذ عصام شلتوت طبعا، وكابتن محمد انت اللي كان ايدك بقى في الموضوع. يعني طبعا. بص حضرتك، حصل حاجات كتير جدا، واحنا يعني احنا لاحظناها واحنا بنشتغل. احنا جينا مع المهندس احمد مجاهد، هو اللي جابنا. حصل ان اتغير وجي المجلس الجديد، يعني كل واحد بيبقى جاي على هوا ناس معينه مش عاجبهم الناس اللي جم على هوا اللي قبليه. فطبعا احنا ما الناس ذنب في المواضيع، يعني احنا كمدربين المفروض احنا ما نسمعش كلام زي كده، بس احنا سمعنا الكلام ده للاسف. يعني ده للاسف احنا سمعناه واثر علينا بشكل كبير. ايوه دخلنا احنا في الدوامه. انا برضو عايز اقول اختيار المدرب منتخب مصر لازم المدير الفني يكون شخصيه قويه جدا، يعني هو ليقود. والله ده اللي قلته، ده اللي يقود الجهاز كله. ما ينفعش مثلا يعني مدرب حراس المرمى هو اللي يبقى اقوى شخصيه من صح. المدير الفني او المدرب العام او المدرب. انا ما بتكلمش عليا، انا بتكلم في العموم عام. في العموم ما ينفعش ان المدرب العام هو اللي يبقى اقوى من المدير الفني. يعني في حاجات كتير جدا يا كابتن اسلام. ولا طبيب الفريق. برافو عليك، برافو عليك. لسه كنت هاجي برضو لطبيب الفريق. ما ينفعش. انا برضو عايز اقول، وكابتن فتحي برضو استاذنا ويعرف الكلام ده كله، ان المعني بالجهه الفنيه هو الجهاز الفني فقط. ما ينفعش ان انا اعرف ان في دكتور هو اللي بيلعب اللعيب الفلاني او بتاع، او يروح يقول. وانا سمعت الكلام ده كتير ان في دكتور. انا سالت لك طبيب. طبعا برافو عليك. التفاصيل التفاصيل. برافو عليك، برافو عليك. انا عارف تفاصيل. فانت فسحت يا كابتن اسلام، وانا يعني فاضل عشان نعرف برضه مديرين. لا لا لا، ده يعني الجديده اللي كانت طبيب كانت جديده اصلا. يعني انا سمعت واحنا قاعدين مع الاستاذ جمال علام، في يقول لك انا في ناس من الجهاز بيقولوا للعيبه انت هتلعب، وانا ما اعرفش الكلام ده. يعني ازاي تحصل كده؟ ده منتخب الشباب. منتخب الشباب. فطبعا في زي ما انت حضرتك قلت، يعني انا بقول ان المدير الجهاز الفني هو المعني بالفريق فقط. صحيح. الدكتور يجي يقول لك اللاعب ده مصاب او مش مصاب، بس يلعب او ما يلعبش، ما فقط قرار. يعني بقى المدير الفني اللي انت عايزه ده مش هيجي غير انه راجل صاحب تجربه معايير. والدليل ومعايير. معايير وقوه شخصيه. تجربه معلش يعني معايير. يعني هي دي اللي هتاخده عشان يقود الناس ويحقق نتيجه. هقول لحضرتك على حاجه بس قد تكون مفاجاه للبعض. انا يمكن اتكلمت فيها مع كذا حد من حضراتكم، ولكن انا كان معروض عليا منصب فيما يخص يعني فيما يخص يعني منتخب معين وبتاع، وانا رفضت الحقيقه خلاص لاسباب كتيره جدا. ولكن انا حتى يمكن اتكلمت مع كابتن ايهاب في الموضوع ده، قلت له لازم وجهه نظري ان كان لازم يبقى، واتكلمت مع حضرتك ان كان لازم يبقى مدير منتخب